مرحبا بكم مرة أخرى، جد لقانا يوميا كما عودناكم من أول رمضان. معكم الشيف مؤمن في الكوجينة نتاع الدار. تبارك الله، الأيامات تجري ورمضان في آخر أياماته، وإن شاء الله ربي يحيينا بخير والجماعة الكل. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وربي يحييكم لمثاله. مازلنا في الأيامات كما قلت لكم الأخرانية نتاع رمضان، ومغدوة إن شاء الله عيد، وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل في خير، وإن شاء الله عيدكم مبروك. باش نكملوا الايامات نهار الاخراني هذايا لايف، مش في رمضان بركه، باش يكون اللايف موجود، باش يكون موجود ان شاء الله حتى بعد رمضان. نوعدكم انه يستمر البث في اللايف. نحب نقول لكم نورمالمون في الايامات الاخرانيه نحيروا في دباره صحيح، اما فما حاجه ما تخيبش على حتى كوجينه ولا حتى دار، اللي هي الملوخيه. دونك اليوم تابعونا في لايف جديد في نهار اخر، نهار تبارك الله اللهم صل على النبي، مشمس كما يقولوا، سخانه تبارك الله وخير وفضل من عند ربي. نهار هذا باش نحضروا قدرة ربي الملوخيه، ركبوها نخليوها سله سله كما يقولوا ناس بكري، وش خاص كان جات على الكانون. ومن بعد نحضروا مع بعضنا عندنا في المنيو، باش تكون شربه بالطبيعه موجوده، باش عليها فطرنا. السلطه هذيك نختاروا سلطه مشكله، وابار هذيك باش نحضروا دي ميني بيتزا، ومع الميني بيتزا باش نعملوا الباكيت فرونسيز باش تكون موجوده. نعرف لي سورتو في الفلايمات نتاع العيد، ابار حكيت لكم في المو ابار كل شيء تكون ساعات الكوشه مسكره، ما نلقاوش باكيت. هذه فرصه باش نحضروا باكيت، فما شكون زاد كيف يحضر الخبز ديري. سامي هيشري بونجور، ان شاء الله عيدكم مبروك علينا وعليكم وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم. دونك كما قلت لكم عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام انتم حي بخير، ان شاء الله ربي يفضلكم وربي يحميكم وربي يعطيكم ما تتمنوا في نهار فضيل كما هذا. ان شاء الله غدوه كما العيد هكايا، او عنا الخبز باش نحضروه اليوم للعيد، عنا الملوخيه، عنا الميني بيتزا. دونك منيو اخر، منيو جديد. انتم زاد تنجموا تابعونا على الفيسبوك، ابوني فو في الصفحه نتاع الفيسبوك شيف مومن بن يونس. في اليوتيوب زاد كيف شيف مومن بن يونس، تنجموا تفرجوا في الرديف على الفيسبوك والا على اليوتيوب. ادخلوا هاوكا حطوا كيما يقولوا هذاك تفعيل الجرس، هاوكا حطوا ابوني في اليوتيوب، باش اول مره كتبت لكم حاجه تكون موجوده راكم. بونجور بونجور الناس الكل اللي خلطوا علينا، يمينة ساره ملوخيه مون بلا بريفيري كمية، سعاد عيدكم مبروك كل عام انتم حيين بخير. تاتا ترابلسي ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام انتم حيين بخير، ان شاء الله عيدكم مبروك انتم كل عام انتم حيين بخير. بالمناسبه يعني هاكا انتم ظاهره العمليه انكم مش تحضروا ملوخيه. ايمان عمري بونجور شاف عيدك مبروك، عيدكم مبروك الناس الكل. بالمناسبه هاكا كلكم تعملوا تحيه وتقيوا اصحابكم احبابكم في اللايف، هاكا ديديكاس لايف، الديديكاس اللي باش تكتبوه باش نقراه انا، باش نوجه تحيه للناس الكل. دونك عيدكم مبروك، سنين دايما ثريا، عيدكم مبروك وسنين دايما بالخير والصحه والسعاده، وشكرا على الوصفات. هذاك من واجبنا، وواجبنا ان شاء الله بقدره ربي نحاولوا نبارتاجيو للرسالة الكل باش تحصل المنفعه للناس الكل، وان شاء الله ربي يبارك لكم، وان شاء الله ديما في صحه وخير ونعمه. دونك هاكا من توا لي كومونتير اللي باش تكتبوهم باش تلقوا فيهم اصحابكم وحبيبكم، انا باش نقراهم باش موا هاكا ديديكاس في اللايف، عباره نعتبروا روحنا هاكا في راديو ولا في حاجه، مي هذا ديديكاس. وانا نقول لكم للناس الكل ديديكاس، عيدكم مبروك. ايمان سويلمي ان شاء الله عيدكم مبروك كوتش، ميرسي بوكو يعطيك الصحة، إن شاء الله نتقابلوا عن قريب. أميل بن مراد مرحبا، يمينة كل عام وأنت والعائلة بألف خير ولمتنا بيك حلوة، حمزة اسكندر سلام عليكم، سامية باش نقرا كومنتارات بقدرة ربي الكل، باش نطيب وباش نقرا كومنتارات والديديكاس الكل اللي باش تعملوهم لأصحابكم وأحبابكم أنا باش نقراهم. سامية عيدكم مبروك سنين دايمة، يبوز فاتوري ددو مرحبا شيف، سارة إن شاء الله كل عام وأنت بخير، بونجور شيف سوما. عيد مبارك سعيد وربي يحييكم من تاني، وسهام مرابط ان شاء الله عيدكم مبروك، ميرسي بوكو. سامي هيشي منور يا غالي ربي يخليك، عاشور انور عيدكم مبروك يا شيف، فاطمه عيدكم مبروك، وانا زاد باش نطيب الملوخيه، باش نطيب الملوخيه انا شيف والله تعلمت منك برشا حاجات، كنت نعملها بالغلط اليوم بطريقه اخرى صلحت منهم برشا، ربي يبارك لكم. ميرسي ميرسي بوكو الناس الكل، ميسون يعطيك الصحه، الناس الكل تابعوا فيا خير، كل عام انتم حيين بخير، عليكم الخير واليوم كل عام وانت بخير سعيده. ساميه ماجري عيدك مبروك شايف، كل عام وانت بخير ان شاء الله بالشوز. ليليا جاموسي يا مرحبا، عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير، كل عام وانت تعملنا اللايف، ان شاء الله بغض ربي نعملوا لايف حتى بعد رمضان
ونوريكم لي زاستيوس لي تكنيك نتاع الكوجينه اللي في الريستورون في لي زوتيل الكل حاجه من وراء العقل ان شاء الله نوريكم. سي نبيل بسدرين عيد مبروك عليك وعلى العائله، ميرسي بوكو، ديديكاس للناس الكل ان شاء الله عيدكم مبروك. هاكا من توا عيدكم مبروك في لما في اللايف، انتم خليوا لي كومونتير اللي تحبوا تعملوهم وانا نقراهم وتاجيو فيهم اصحابكم باش يشوفوهم، نعمل لهم ديديكاس باسمهم. عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانت بخير ابتسام. هاكم نيش كيفاش نعمل مدفونه تن، والله قلت المدفونه المره اللي فاتت اما تنزيد نعاودها ابتسام وفسالك حكايه المدفونه. الخال عيدك مبروك انور، عيدك مبروك. نبداو توا في المنيو، نبداو في دبار بكره على ربي. هلا مازوني عيدك مبروك وميرسي بو ليوسيت وزيت مون شيف، ربي يبارك لك ميرسي بوكو. دوريتا عيدك مبروك، عمرا عيدك مبروك. نبداو توا نتوكلوا على ربي، نحب نشكر الناس الكل اللي موجودين عيد اللي موجودين هكا نعايدوا مع بعضنا في لايف بنين برشا. برافو نتبع فيك من كندا، ميرسي بوكو. شمس طيبنا كل عام وانت بخير. زينب مجدة ملوخية، احنا شايف سلطان عمير مازال ما نعرفوش عيد ولا كل عام تحب خير، ميرسي بوكو. دادو ايمان الناس الكل، نحب نشكر لي سبونسور الكل اللي كانوا موجودين معايا في لايف باش عملنا لايف بنين برشا. كل دي روسيت سهلين وما طلبوش برشا وقت. درصاف كل عام وانت بخير يا شيف، يا قمقوم انت عالم يا خليق ربي يفضلك. لجنف عيدك مبروك. ارفيا يا مرحبا يا سلام عليكم وان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ديما ملمومين بالخير والفرحه والضحكه امين يا ربي يا ربي يبارك لكم. حمزه اسكندر ربي يبارك لك في صحتك، ميرسي بوكو. نتعداو للدبار نتاعنا كيما قلت لكم باش نحضروا ملوخيه باش تكون موجوده وباش يكون موجود مع الملوخيه سلطه وباش تكون شربه يعني بريسك نفس المنيو، باش نزيد حاجات اخرين، باش نزيد بيتزا ميني بيتزا، باش نزيد خبز. بربي نحب زيد نقول من هوني عيد مبروك الى صديقنا اشرف، ربي يخليه ويرد غربته. انت يا يمينه صديقكم اشرف وانا اخويا اشرف، ربي فضله ويرجحوا لنا سالم غانم. وتحيه للتوانسه الكل اللي في الغربه، راهو توانسه ذوكم يمثلوا تونس، راهم توانسه من كبدتنا. منال يعطيك الصحه شيف ان شاء الله عيدك مبروك. ابتسام الاحمر ميرسي شيف. نعيمه مبروك ان شاء الله عيدكم مبروك، ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم الناس الكل. هاني نقرا في كومنتيرات ميساج حتى كان ما خلاش على كومنتير راني باش نعاود نقراه باش نوريكم توا. اول حاجه واول حكايه نعملوها ما نتصورش ما عملناش في العيد، انتم زاد تنجموا تقولوا لنا كيفاش تحضروا النخيه نتاعكم وشنو الحاجات اللي حضروهم في العيد وشنو الدبار اللي باش تحضروها وتاكيو صحابكم ولا احبابكم. انا نقرا الكومنتير باش نعمل ديديكاس للناس الكل. دونك اللي تاكلوا الهنيه اللي هي باش تكون سهله باش تكون ملوخيه، ما نجموش نقعدوا ما نطيبوش ملوخيه يعني حاجه من وراء العقل. عندنا شربه باش تكون موجوده هاكا المفيد المنفعه تحصل للناس الكل. هاي نبداو، هاي شحالك يا شيف، احلى تحيه للشيف محمد ياسين سيلا. دونك عايدوا ما تنساوش البارتاج بيان سور الفيا، قول لهم سيرتو بارتاج ولابونمون في الفيسبوك ولابونمون في الشين يوتيوب باش نحاول نفيدكم بلي ديتاي بلي روسيت. كنت صباح في باساج في راديو ديوان اف ام حكيت على الميك لازمني، حكيت شويه على الملوخيه، حكينا على الخبز وتحيه للشيف محمد ياسين سيلا سيرتو على الديسكسيون اللي حكيناها البارح على الخبز، الخبز الزمني، الخبز اللي تبيع بالكيلو في صفاقس، يعني عنده تاريخ وعنده حاجات عتيقه جدا واسرار كيفاش الخبز كانوا موريسكي كيفاش كانوا يخبيو فيه الذهب. دونك الله كريم ان شاء الله عيدكم مبروك. سميره كل عام وانت حي بخير. ليليا يكفيك الوقت للملوخيه، بيان سور يكفي الوقت للملوخيه باش نوريكم فيسا فيسا الملوخيه. ونتعداو كالعاده للدباره ونهبط التليفون وحليه الجو هكايا هاكا نقرا لايف وفما سيرتو القصاب يمين الملوخيه مع دراك الملوخيه. انتم زاد كيف نجموا تقولوا لنا كيفاش تحضروا الملوخيه. عيدك مبروك ذكرى دوريتا، احنا ملوخيه طاجين وحليلم في العيد، صحه وشفاء. هاكا باش نحضروا غدوه هذا باش تركب هذيك الشربه حليلم باش تكون موجوده. هاكا ديما نحاولوا نجتهدوا ونوريكم الطريقة نتاع الأعداد. نحب نشكر كيما قلت لكم سبونسور الناس الكل من جروب شريف وردة، بوتيك وردة نتاع عبد المجيد شريف اللي تلقاو عنده بيسريفين، تلقاو عنده برشا حاجات من زهرة لافيكرين تيروار، تلقاو عندها الماكلة الزمنية من قاع الخابية، من زيت نجمة، من دياري الوردة البيضة سيرتو الفارينة والمكرونة، ودياري الكسكسي اللي ما يغيبش على طعام، زيت نجمه فانواز دكتور اذكر تلقاو فيه هاكا الخميه، تلقاو فيه كل شيء. الدجاج كيف اللي هو موجود مع عند مليحه ميزون الموند ويربول البلاك والفور تبارك الله اللي قاعدين نحضروا
واني زاد كيف كيف قاعد نعمل لكم في ديديكاس للناس الكل، ونشكر حازم رئيس راديو بون دو نور كيف كيف وخالد عويش تونيسكو. دونك هاكا حاشينو حاجه باش نحضروا الملوخيه اونكور، وباش نحضروا مع بعضنا الشوربه، وميم طون باش نعطيكم الميني بيتزا، المقادير نتاع الميني بيتزا نورمالمون ان شاء الله الريسيب تاع الميني بيتزا تلقاوها اي بانجلي. دونك قايدوا عندكم، قايدوا عندكم الريسيب. انت احلى محمد اسينسيالا سين دايما كل عام انت بخير، ربي يفضلك الوالده هاي كيف كيف، ربي يفضلك يا ندوده، ربي يخليك تاج على ريوسنا، ربي يخليك الغاليه. دونك ربي يخلي لكم والديكم الناس الكل اللي عندكم، وما رضاء الله الا برضاء الوالدين. انت ان شاء الله عيدك مبروك يا شيف، وسنين دايما منيا يعطيك الصحه. وفاء شاف شنو هي المنيو، المنيو كما العاده تو باش نبداو بالسياسه، بالسياسه نحضروه. دونك عندنا زيت ورده اكسترا فيرجن اوليف اويل، الازهر بونجور بونجور بونجور، باش نحطو زيت زيتونه. وبسيف بالطبيعه تختلف راهي الروسيت نتاع الملوخيه، كل واحد قلنا شنو هي فوائد الملوخيه اللي يعرفها. نشكر مدام هند اللي جابتك يعطيك الصحه يا شيف محمد السنسيه. بالطبيعه سي غراس والدين هما اللي كانوا سبب باش تولدنا وجينا. هاكا ريفيا جاوب فيك قالت لك انت احلى سل نحله. دونك هاكا شوف الجو، حطيت اول حاجه حطيت الزيت. دونك باش نحط البصل، البصل باش نقصد بارتي لهنا وبارتي باش تكون موجوده مع الشربه. كل عام وانت بخير، ميرسي بوكو. اي يعطينا شيف محمد سينسيالا فوائد الشرموله، هاي هاي برا ما نساش فوائد الشرموله. وتحيه للاهالي صفاقس الناس الكل، بزاف تي بارون ميرسي بوكو. تحيه للجميع الكل في الولايات الكل اللي تبعوا فينا واللي تبعوا فينا في الوطن وخارج ارض الوطن. تحيه بطبيعه ديديكاس لمرتي دره، ديديكاس لخواتي عزيز واشرف، البابا منصور، الامي هندة، للناس الكل اللي تبعوا فيا، للعيله الكل. نقول لكم زاد انتم ربي فضلكم، واسيا برافو شيف، يعطيكم الصحه شهيره الناس الكل. لا نعرفها زيت زيتونه حطيت شيف، حطيت زيت زيتونه راهو بالنسبه للملوخيه، نطلع عليكم يعني بالنسبه للكونتيتي راهو جينيرالمون تحطوا بريسك 150 ل 150 غرام ملوخيه، وتختلف راهي الطريقه نتاع الاعداد. مي هاكا كان تراو حاطط ماء سخون يغلي بطبيعه راهي تيب هادي. تبارك الله عليك يا مزيان، يعطيك الصحه ميرسي بوكو. هاديه بروجرام بعد رمضان شنو بروجرام ان شاء الله، قلت ربي باش نحاول نعمل بروجرام باش يكون اللايف في الويكاند، انتوما باش تتابعوني في الويكاند. دونك الملوخيه بريسك هذيا 200 غرام خليت ملوخيه، وتحيه بالله تحيه لاهالي جابس، هذيا ملوخيه جابسيه 100% جابسيه من البوتيك تاع ورده مع عند سي عبد المزيد الشريف. دونك خديت ملوخيه جابسيه ما نحكي لكمش، اللهم صل على النبي. تحيه لاهالي جابس الناس الكل، شي هي ارفيا سكيت توا ابقى عاقل ملوخيه خليني نقرا لروحي باه نعرفها. دونك حديت هي 200 غرام، حديت 200 غرام بركه شر الكونتيتي، باش ناخذ مغرفه لوح. بليغ بونجور بليغ، تحيه ليك بليغ. باه سهام سهوما توا قاعد نحضر وقت الملوخيه. خدينا زيت زيتونه وخدينا البصل قاسينيه شويه باش نخلطو دوب ليش، راهي تيب دي بارا فروا ما تتقليش خاطر سايب المراره برشا، مي جوست دوب ما نحطوها على الغاز. شنو هو المنيو؟ المنيو باه الكونتيتي حطيت 100 غرام كونتيتي، مي بالطبيعه بجانب الخبره بعامل الخبره حطيت 100 غرام بركة ملوخية. نوريكم كيفاش هكا هكا، اللهم صل على النبي. هكا ملوخية، ملوخية بليتو مدفونة، وين وين سرها؟ تو نحكيو على المدفونة. هذه الملوخية حطينا هكا شوية زيت وبصل وملوخية، يمينا هكا حطيت لنا الفوائد نتاع الزيت، زيت بارد، الزيت حطيت بارد، مي توا شعلت عليه الغاز دوب ليش. بالطبيعة الناس بكري راهو طيبوها على الكانون الملوخية ما نحكيكمش، وتختلف الطريقة نتاع الإعداد بالنسبة لكم للملوخية. أنا نوريكم الطريقة نتاع الملوخية، نوريكم الملوخية على طريقتي شنو هي الطبيعة نتاع اليوم أسمع. دونك هاكا حطيت الملوخية على الزيت على الغاز، دوب نحطها على الغاز تخلط تولي الميلونج نتاعها تولي هاكا في وسط الزيت. هاي بالبصل حضرت الملوخية، تحط شوية بصل، كل واحد يختلف الطريقة، مي
مي انا نوريكم طريقه نتاعي انا على طريقتي. طب باش نمرق بالماء سخون، يلزمها ماء سخون، نجمو ما نحطوش بصل بيان سور، تنجم ما تحطش بصل. دونك نوريكم استوس، بالطبيعه نحبكم نهار اخر تقولوا الله يرحم والديه يعطيه الصحه. هذاك نحطوا الماء يغلي، ونوريكم زاد طريقه اخرى. شنو هي الطريقه الاخرى؟ الطريقه الاخرى باش تجتهدوا فيسا فيسا بايمان، ما تحطش طماطم. احنا في القروان ما نحطوش البصل. ان شاء الله جربوا طريقتك، وان شاء الله عيدك مبروك. ميرسي بوكو، ان شاء الله عيدكم مبروك. نعملوا خير البصل زيت شيف محمد سينسيلا. دونك نوريكم الطريقه هيك، تبقبق تبقبقه الاولانيه، ما فما ضربه خفيفه بالفوي، ضربه خفيفه بالفوي نحيها من هنا، باش ناخذ الفوي ونحرك فيسا 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 فيسا. دونك هذايا تكنيك هاكا، نحلها في الزيت وبعد نغلي الماء سخون، نفس الحكايه ونصبها سيان. كيفاش حطيت زيت زيتونه؟ مش قلت ما تحملش سخانه ليليا، ما قليتوش زيت زيتونه طول، يعني شعلت الغاز على نار هاديه ومن بعد مرقت بالماء. 100 غرام ملوخيه تتبرك لها توكل 5 6 مناس، سنده سنده احنا نطيبوها بلاش بصل، تجي بنينه بالبصل. جربها هذايا تو سمينا الله حضرها، نحضروها يعني هكايا، جربها بالطريقه هذه. هاكا تو وريتكم الملوخيه راهو تختلف، وبرشا البرا يحضروها راهو. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك يا ليلى وسنده وجميع الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك وربي يحييكم لمثاله. هاكا نوريكم انا الطريقه وانتم تحاولوا زاده كيف بالطريقه نتاعكم، تختلف مي اما فاسون. دونك كل بلاد ورطالة سيان بيان سور، يمينا قالت لك الساحرين قبسيه عسله. دونك نقول لونها لازم يكون اخضر غامق مش فاتح. دونك تبارك الله، قلت لكم تحيه لاهالي جابس، شايف شحال درت ملوخيه وقداش من شخص ام اياد. الملوخيه بالنسبه للملوخيه راهو حضرت هذايا 5 6 مناس، يعني 100 غرام تبارك الله توكل، يعني 5 6 مناس كيما تراو. خلطها مليح 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 بالخويط، باش خليها تغلي. فما شيف شكون نحط فيها وريقات رند سيهان صابرين انا تشاوي. بونجور شيف، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك. سليم من خلف الله مدفونة يرحم والديك، الله يبارك يا سي سليم. وليد جلاسي بونجور، باه نرجع لكم نوريكم. هذايا هاكا صحاين زمني قديم من قاع الخابية، تو نقول لكم شنو فيه بالضبط. عندنا لحم بكري، دونك دو بريفيرونس اللحم ديما يركض في الفلاح نتاعو. هذايا المغرفة قالوه، باش نخليها لهنا اليوم، باش نخليها تبيض معاها المغرفة قالوه. دونك كل عام نتوما حيين بخير. كومبيان دو طون ساكوي ملوخية؟ يلزمها على نهارين. باش شايف قداش كيلة نتاع الزيت؟ كيلة نتاع الزيت نجم تحط كاس ونص صغير، دونك بريسك 160 من لتر. ان شاء الله عيدكم مبروك، نطيبوها بالبصل في غرض ماء وطماطم بسمة سلمي. دونك موا جلي في اون دو جور. سلام عليكم مبروك دور صاف. الناس الكل نتاع ما حضروا بالبصل. باه نوريكم نكملوا ليتاب نتاع الملوخيه. دونك عندنا وريقات الرند، عندنا شويه طماطم معجونه، باه انا نحط فيها وريقات الرند وقشور برقدي شاهي نزوز قرون فلفل، وفي الاخر نفوحها بالعريس العربي والثوم والنعناع الشيح هكا في نابل. تحيه لاهالي نابل، تحيه ليك يا سهام. باه الصوص طومات نتاع البيتزا سهام، الله يبارك نعطيك سهام صوص طومات. نكمل نحكي جوست على الملوخيه. دونك الملوخيه من بعد ما حطيتها على الغاز هاكا باش تمشي سله سله، وكل واحد نسيب العربه نتاعها حتى تقر على زيتها. كل بلاد ورطالها وكيفاش الطريقه تختلف. عندنا شويه لحم بقري حاطين له شويه ثوم، دوبلي صباط معجونه، شويه فلاح. حنا في الملوخيه ما لازمش تتملح خاطر من بعد تسيب الملح نتاعها. زدت شويه ثوم، شويه هريسه، وطريف نعناع هاك خليته مجرب بالنعناع كيما قاعدين نشوف. على تحيه من جيبس ليك انت يا شيف، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك. واحلى تحيه لجيبس، بونجور من كندا، بونجور للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا من تونس ومن خارج تونس. الملوخيه ما يجيش فيها حتى شيء من العشاب، لا قشور بالقدام، درساف شريف قالت لك ما يجيش فيها القشور تاع بالقدام. دونك اليوم مهبه الشيف انكم تبارتاجيو اللايف، ان شاء الله هاكا بارتاجيو اللايف وابوني فو وحطوا برشا جامات في الفيسبوك وفي اليوتيوب كيف كيف، وبارتاجيو وخلي المنفعه تحصل. بونجور ميرسي بور فيزيدي، مبروك انتيماسيون، عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك.
شيف احمد خليبي، ميرسي بوكو، شايف مبروك، انا كبسيه ونحب الملوخيه ونطيبها بنينه برشا. تحيه مره اخرى، مره اخرى، مره اخرى، احلى ناس، احلى ناس، تحيه لاهالي جابس عاليه، ان شاء الله عيدكم مبروك. دوريتا ما بين ما طيب سرمونه سفاكسيه، انا صاحبتي مره عملت الملوخيه في حوض الحنه في راسها مسكينه. سهام شايف عيدكم مبروك. راويه كاس ونص زيت قداش عليه بودر، حطيت بريسك 100 جرام بودر ونا بوكو ابخي تنفسيت التشبيه. يعطيك الصحة عالية للناس كلها، هاكا اللحم مش خليوها، اللحم بتبيع في بعد ما تغلي الملوخية ومن بعد ما تبدا في الكويسون تاعها. انا باش نزيد نمرق بالماء سخون دونك بور اكسيليري شوية الكويسون، باش نوريكم كيلكو زيتاب مش طيبة الكل. تحب الوالدة تغش علي. يا شيف وخي كمال أميرة كود دراوشي يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، برافو مونيا. انا عندي ملوخيه عالميه 100 جرام تاع ملوخيه، كومبيان بيرسون 5 6 بيرسون راهي تاكل 100 جرام تاع ملوخيه. دونك مديحه بن يونس، ويني مديحه بن يونس؟ ما لقيناهاش. شيف بونجور، انا نحضر لك سباجيتي بسومون، الله يبارك يا بريت، نحضر لك سباجيتي بسومون. عواطف ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس كلها. هاكا اللحم موجود نتاع الملوخيه، باش نخليوها ابار باش نكملوا نحضروا الكمينه نتاع البان نتاعنا، الكمينه نتاع المنيو. عندنا شويه بصل قصيته، حطيت شويه دجاج بالنسبة للشربة، باش نحط شوية زيت كالعادة. مرة دي يعني تختلف الشربة على طريقتي كيما نقولكم، ها كل مرة نوريكم طريقة، مرة دي بارا شو، مرة دي بارا فروال مفيد، المنفعة تحصل. أنا أحسب المغرب على الراس. إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك. بالحق راهو قبل كانوا يكايلوا بالمغرفة، يعني شيف سيرة رمضان وفاء ما عملتش لايف. إيمان موني منور يا شيف، يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير. تابلو كروية منصور بن يونس الأب، تحية للأب ربي فضله وطولنا في عمره. دونك الفاح نتاع اللحم نزيد انا قلت بزربه عديت وما خلينا نعاودوا على خاطر الوالد، هاني بارتاجيت بارتاجيو الناس الكل، يعطيكم الصحه. دونك بالنسبه للفاح نتاع اللحم نعاود نجيب اللحم هذايا، اللحم بالبقري، خذينا البقري اعطيناه شويه فلفل احمر، هاو باش نبدا بالتب بالتب. انا نقلع زيت يا شيف، لازم تاخذ وقتها في الثياب مش فيسا بيان سور. الريحه العاطفه يا شيف يعطيكم الصحه. دونك عندنا بريقه ترند، عندي شويه نعناع، عندي شويه ثوم، شويه تابلو كرويه خلطناها، وشويه فلفل احمر زينه، شويه طماطم معجونه، وشويه هريسه الكل اللي دخلته، وشويه فلفل اخضر بالطبيعه دوب ليش ملح. عيدكم مبروك شيف انت والعائله، ميرسي بوكو. شيف خلي اللايف ما تنحيش، ما نحيوش يا اميات. عزيز بن يونس الاخ زغرون يعطيه الصحه، ديما نقول خويا صغير ما هو كبير تبارك الله. دونك نجيبه، انا اول مره نسمع في الملوخيه فيها نعناع شايح كيفاش نطيبها. دونك نجيب اجرب الريسيت هذيا. احمد بونجور، منور شيف، ميرسي بوكو. جربوا الريسيت، راهو بالنسبه للريسيت تاع الملوخيه راهي تختلف، وكل بلاد وورطالها، وكل بلاد يعني مراه وشغالها. باش نحضروا كالعاده الشوربه، خليوها تكون حاضره ودي ماري. حطينا شويه بصل، قصوا شويه كلافس. نجيب تنجم تقولنا على الطريقه نتاعك نتاع تحضير الملوخيه. احمد دباس بونجور، فوفا ان شاء الله عيدكم مبروك يا وصحة يا شيف. ريحة الملوخية بالله خليو ابار نكهة الملوخية ميسالش، خليو مونيا مشيني ربي يبارك لك شيف. ريم فرخاطرة بلسي حطينا ملوخية الليلة، شيف عم تابعك فيك وسلطان عمان. تهيا للجالية التونسية الكل اللي موجودة في خارج أرض الوطن واللي تابعوا فيا اللايف، تلقاهم على صفحتي في فيسبوك بيان سور، وعلى القناة نتاعي نتاع اليوتيوب. ملوخية تشبه الطريقة نتاعك شيف، كان الطماطم ما نحطش فيها النعناع الشاهي فواحها، كسر الماء شوية فيها. إيمان ألفا سلطاني تاجيو أصحابكم الكل، تحية من إيطاليا، تحية الناس الكل. هكا قاعد نحضر في الملوخية، وقاعد أو ميم طون باش نحضر الشربة. بالطبيعة يزيد لنا شقا فترة الملوخية الغدوة وغدوة، عادة ما نساوش تحليل وبالله يخليو. تحية كيف كيف للناس الكل. سهام شيف ربي يفضلك، خوك اشهر زميل في العمل، تربية واخلاق عالية، يرحم والديكم، يرحم والديك يا سهام ربي يفضلك، ميرسي بوكو يعطيك الصحة. دونك هذا من حسن اخلاقك، رد بالك الغاز يشعل بالقوية على كسرونة الماء. لا ما تخافش، هذاك الرفلي نتاع الكاميرا كي تتعدى الضوء والحجر به هاكا ويربوليكس اليوم هذايا فيسع فيسع تكون موجود. دونك كيما قلت لكم مرة، انا بيدي باش ناخذ الماء نكمل نمرق الملوخيه باش نقوي عليها، باش نخلي شويه ماء باش نمرق بيه الشربه نخلط. ما نحكي لكمش انا بيدي غرامي بالملوخيه، نموت على حاجه اسمها ملوخيه. دونك هذيا حركوها، وفيها دوز ايتاب نعناع شايح لازم يفوح. شفت الله يبارك خبز العيد كيفاش نعمله، بيان سور نعمل خبز العيد
تحية من قاعة أسرار المطبخ. شيف تلوج على ديزاستوس، راهو راني باش تبدل عظم سوري واش عظم عربي، تجيب جوج عربي وتعمل معاها كونفونسيون، تاخذ العظم السوري ترد عظم عربي. باهي أنا طيب فيها غدوة أما ظهر لي كان باش يصبر عليها الجميع. إن شاء الله زينة ربي يرفع البلية على تونس. شيف هذا فاحت ريحتها فاحت هوني في باريس، والله اون ديغي نشم في ريحتها. صحة وبشفاء ماجري. هند عيدكم مبروك. درصاف انا قطعت الحليب من البارح. شيف محمد ياسين سير راه كل انسان كيفاش يفوه الملوخيه، كل منطقه كيفاش، راه تنجم تفوه بطريقه تعجبك ولكن ما تعجبش غيرك. مريم عزيزي قاعد طايب في الملوخيه وقاعد طايب في شربه. خويا مؤنس مؤمن نزيها سلام، شنو هو المنيو نتاع اليوم؟ ملوخيتي طابت، اني جيت قد قد. السلام عليكم شيف بشوش، ميرسي بوكو. دونك الملوخيه هيك قاعده تحضر مرخطه بالماء، فما ديزيتاب راهو انتوما تجتهدوا بعض المطبخ نتاعكم راهو بالطريقه تختلف. دونك سوا اون اكتيف الكويسون، دونك انا مثال ما نعرفش نقول لك شنو الكويسون، جي كومبريسي نحطوا كعبه طماطم كعب. شبيك ما حطيتش الثوم شيف؟ نعناع اول مره نسمع به في الملوخيه. ايمان ايمان الطماطم كعب ما نحطوهاش، نحطوا طريقه طماطم معجونه وانت تنجم تطيب على طريقتك، انا نوريك الطريقه نتاعي. الثوم يتحط بعد مع اللحم البقري يكون مفوح. توتو يعطيك الصحة وعيدك مبروك، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل اللي خلطوا علينا، باش نغطيها فيسع فيسع باش نكومبريسيها. هذايا أستوس تكنيك نوريكم أنا الطريقة نتاعي أنا، وأنتم تنجموا من بعد تصرفوا بالطريقة اللي تحبوها. تحياتي شيف أحمد إرفيا. شبيك فما طريقة واحدة قدك شغال؟ اسمع شيف نجم نجم مجمع العيد بيان سور بالعظم يا أخي، علاش ما تحطش برشا ملح في الملوخية؟ يا إيمان الملوخية راهي فيها ملح. باه ملوخيتي مازالت تغلي، انا ملوخيه لازم نعملها بالكرشه بالسدره، بالطبيعه نجم نعملها بالسدره، انا اخترت شويه هبره. دونك بالنسبه للملوخيه هي تفيت شويه من هنا، نحطها على نار هاديه نحطها على نار هاديه ولا محله باش نكون دانيها في الغاز من غاديكا، ونخليها سله سله. به كان نعناع شايح، بالله حكايه النعناع شايح وحكايه البرقدان واللي اللفاح اللي يزيدوه الكل، كل واحد يطيب يعني على كيفه. ماريا بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا هاكا قاعدين نحضروا في الملوخيه، من بعد نحضروا دي ميني بيتزا باجيت، باش نحضروا منيو الكمال نتاع المنيو نتاعنا. دونك تابعونا بالسياسه بالسياسه. به دونك هذيك شربه هاي لهنا، باش ناخذ الملوخية نقلوها نعملو تشونجمون ونقلوها لهنا باش نجمو نخلطو الكميلة نتاع المنيو الكميلة نتاع الدوارة نتاعنا اليوم. بالطبيعة نحطوها على نار هادية الملوخية، هي من خيار غدر قدر ربي كان عشنا تحضر الملوخية هاكا سلة سلة. الناس الكل نصوركم شتيتو الملوخية، أنا ملوخيتي بالجلدة نحبها برشا. بونجور ماريا اللي هي امي ما تعملهاش بالكل الملوخيه هاكا، حاول طيبها انت مثالش. ايمان شنو هو صدره؟ بالله فهموني راني كحبلي في الكوزينه. ايمان هذا راهي مش تاع كوزينه الصدره، حكايه الصدره هو اللحم اللي بالعظم البقري الصدره. باهي صحيح حتى طيبه هكا وفي اي كل واحد شنو هو الفاح نتاعو وشنو هو المطعم اللي يحبه. سونيا انا امي تعملها بالكرشه ولحم الراس الملوخيه وتجيب لنا. دونك جينيرالمون دو بريفيرونس تحضروها بالصدره باش تعطي نكهة أخرى. نتعداو للكميلة نتاع الشربة، باش ناخذ شوية طماطم معجونة مغيرفة نتاع طماطم معجونة. هذيا في الشربة توا كملنا الملوخية وخليناها سلة سلة، هذيك الملوخية طيب كيما نقولوا ناس بكري هدوة هدوة، هذاك الماء سخون يغلي باش نمرق شوية الماء سخون، نزيد نعبي شوية ياخد الماء سخون. باهي أنا ملوخيتي مازالت تغلي، ربي يحيينا بخير، ربي يحييكم بخير بيان سور الناس الكل اللي خلطوا علينا. سارة حنين عاود لنا روسيت الملوخيه، عايشك وان شاء الله عيدك مبروك. ميرسي بوكو حنين الله يبارك. تو عاود لك تيسير ما يجيش فيها ملح الملوخيه، بطبيعتها مالحه بطبيعه الملوخيه تجي للي يحكيو على الملوخيه ما يلزمناش نزيدوا فيها ملح. دونك دو بريفيرونس ما نزيدوش الملح. نتعداو للفاح نتاع الشربه شويه ملح، هذه شربه شربه هاكا، ركزوا الفاح نتاع الشربه. الملوخيه قد ما تبات قد ما تزيد تولي بنينه، بالطبيعه لازم تقرا على زيتها. الفيا قد عملنا ديريكت نتاع حلو اليوم،
بيان سور محمد ريحته حلو. باش ناخذ شويه فلفل احمر كالعاده، هذه الشوربه ديما تكون موجوده، شويه كركم باش ناخذ فص ثوم في زفيسه. بالله شيحتوا له ريق ونزلوا وعطاكم رجل السيف بتاعو اللي يحب يطفوا يطفوا. الله يرحم والديك امونا بنت لي على قلبي، قالت لك امي ما تملحش بكل، مانيش نملح فيها يا ليام، مانيش نملح فيها. فما شكون قال في الكومنتير، انا نقرا في الكومنتيرات نتاعكم ونجاوب، فما شكون قال علاش ما نملحوهاش؟ قلت لهم راهو الملوخيه بطبيعتها مالح. به للعيد الملوخيه ان شاء الله. عايشك سليم بن خلف الله يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. دونك خذيت توا نحضر في الشربة هاكا، خليني مش نركز شوية باش نحضر لكم الكبيرة نتاع المنيو، باش هاكا ما ينفع تحصل للناس الكل. هاكا شوية ثوم، هاذيك الشربة نمركوها بشوية ماء ونخليوها هاذيك ننساوها، نتفكروها يا من هي قبل ما يذن الأذان كما نقولو مش بكري. تبات به، السلام عليكم، شنو باش طيب صابرين. سي سليم خلف الله يعطيك الصحة. دونك هذه الشربة هايك نخليوها قاعدة راحتها، الملوخية هايك تمشي قاعدة تحضر. نتعداو قبل كل شيء نطفو البوم دافاي، دونك نحيو ديما زيت، نطفو البوم دافاي. به الملوخية توا قعدتو تحكيو على الملوخية وكل شيء، مي أبار سا شكون مازال ياخذ المهب نتاع العيد؟ هاي سؤال فيسع على السريع، شكون اللي مازال ياخذ مهبة تاع العيد ولا يلزم مش يعطي مهبة تاع العيد؟ وشنو احكيوا لنا شويه على الاجواء نتاع العيد. دونك شنو هو الجو وشنو تعملوا؟ بون نساو حكايه الكونفينمون حكايه الواحد، اما قبل في سير الايام شنو مستنسين تحضروا سورتو في العيد؟ دونك فما شكون اللي يقول لك نقوموا صباح هاكا جماعه يمشيو للجامع، قبل كانت الخرجه يعني يبداو من الجامعه يبداو هاكا الناس الكل الله اكبر الله اكبر سبحان الله، الكلهم يبداو موجودين تعداو يعملوا دوره في الحومه كي بعد تعداو يصليو. شنو هو الاخضر اللي قصيته في الاول مشربه سونيا؟ هذيك قصيت شويه كلافس شرب شنيه. خلينا نجي نفطر معاكم، مرحبا يا لاغوس. دونك معز مليخ بونجور سهام، هذوك ملوخيه ملوخيه بالطبيعه عرفيها ما نحكيلكش كبسيه بالحسن صحه شيف ميرسي بوكو بلحى. دونك هاكا جوست نحكيو على جو شنو هو الجو اللي يكون موجود في العيد. دونك ويختلف من بلاصه لبلاصه. بعد انا ناخذ مهبه، شكون ياخذ مهبه؟ شكون ياخذ مهبه؟ شكون مازال ياخذ مهبه وشكون مازال وشكون يعطي المهبه؟ نعطيو للاولاد باش نفرحهم بيان سور. انا نعطي من اختي الكل، الناس الكل مازالوا ياخذوا مهبه، انا بحكم دلوله الدار قلت تبارك الله ياخذوا مهبه يا اخي. هي حاجه باهي، انا من عند راجلي وبابا هي مهبه زاده من الصباح نشطوا. دونك نورا بونجور، انا سنة باش نشرط عليهم يعطيوني المهبه بيان سور. وجماعه الكل تاخذ مهبه، طلعت الله نصلي على النبي كلها طلعت تاخذ مهبه. نحيو في البلون ترافاي، نحيو البلونش هكا ديما، نحاولوا البلون ترافاي نتاعنا يكون نظيف. ما عادش ساعدني المهبه، لازمني قرض في العيد، لا قرض زمله واحده ارفيا قالت لك هكا نكزوا على الحوت. دونك في العيد انا بابا يعطيني مهبه، اللهم صل على النبي، والناس كل عندهم مهبه. يا حسره كنت ناخوها من عند بابا، راجلي يعطيني او يمين قدامك قالت لك راجلي يعطيني العيد اول مره. امي الله يرحمها، الله يرحمهم اللي توفيوا الكل. به نورا احمد شاف حط لنا قشور البرتقال ويكون يابس. به نص فلوس خمسه بياسات صغيره، واي شكون قبل في الليل كانوا يحضروا الصرف البياسات في الليل باش يعطيو المهبه للصغار. احنا نطيبوا كسكسي وسلطه نهار العيد، المهبه هاكا مازال الناس الكل يعطيوها. دونك خنوريكم باش نحضروا ميني بيتزا. دونك عندنا قبل كل شيء الحق دورك، انا من الجزائر ما شفتش كيفاش عملت الملوخيه، عاود لي من فضلك. تنجم تفرج على الرديف في الفيسبوك راه تلقى كيفاش حضرت الملوخيه. شيف محمد سينسيلا ناخذ مهبه من عند روحي والله العظيم، واحد هكا تصور هو يعني بلي كان نجح في الباك هيا شنو عطيني مخلص المبروك، كان عرسات المبروك، كان ولد عرسات المبروك، كل شيء فيه المبروك. دونك شكون مش عطيه المهبه؟ وقال لك شاف محمد سينسيلا قال لك ياخذ مهبه من عنده منه في زيت ويقلي. على السلامه شاف، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. هاو طلعوا الناس الكل تبارك الله ياخذوا في مهبه ما شاء الله، حاجه باهيه. فما ولا غربه ولا سلاف في الجامعه ولا حدا شيء في المانيا. دونك نوريكم طريقه
فيسا نجيبوا رولو نوريكم طريقه تاع الميني بيتزا. شايف الملوخيه هذه عملت حاله في الناس، شايف بيان سور الملوخيه راهي تعمل حاله في الناس الكل. بابا وخواتي يعطيوني المهبه بالطبيعه، يجيوك يقولوا لك هيا تفضل صحي الملوخيه، يعطيوك صحي الملوخيه وانت روحك تعطي في المهبه، ومن بعد كمل حلو العيد وكمل كاستي وكاس جازوز وتقعد تدور. سلت العيد كورونا، سيرتو سلت العيد كورونا نتاع ركبت الملوخيه. سليم خلف كبرنا على المهبه، يا حسره يا حسره على المهبه. وبعد فخر فخر النهار، وبعد نهارين ثلاثه تقول انت غدوه ان شاء الله تو يجيو ضيوف، تو يجيو ضيوف، ودوب ما يجيو ضيوف ولا تسمع الدقان تاع الباب والا ناقوس نقص طول الباب. هيا فما شكون جاي، يا فما مهبه، يا حسره ايامات الكل حلوين برشا، حلوين برشا برشا برشا. دونك كنت سبقتكم شويه وحضرت انا من عام الفيل ما عنديش المهبه به. دونك عيدكم مبروك الناس الكل، وتبارك الله الناس الكل طلعت ياخذ في مهبة حاجة حاجة روعة، حاجة من وراء العقل. به خذينا العجينة، العجينة نتاع البيتزا. هيا العجينة نتاع البيتزا ميني بيتزا. دونك باش نعطيكم بالنسبة للعجينة تلقاوها إن شاء الله ايبانكلي في كومنتير. فيها 500 غرام فارينة، ساشين تاع خميرة خبز، 4 مغارف زيت، عظمة، كاس حليب دافي، مغرفها سكر وملح. الطيب على 200 درجه لمده 15 دقيقه. هذه بالنسبه للعجينه نتاع الميني بيتزا. بالنسبه للعجينه نتاع الميني بيتزا باش نوريكم طريقه، طيب ناخذ بارتي صغيره بركه ونوريكم فيسا فيسا الطريقه. دونك محمد يزين سيره تخافني تو نعطيك هذا شي دينار حق القهوه. اوش نعطيك مهبه او عندك او جرتي انا، اسمع جرتي انا لمت مهبه 20 دينار. دونك هذايا البول ولا نايك باش يعملوها حتى على الخامة حتى مثلا ولا على اليد. ولا نفكر خويا يغشني يقول لي خذ برشا صرف 50 و 100 وياخذ لي بيسيل تاع دينار. شايف تعمل فورماسيون وفات نجم تبعث لي ميساج اون بريفي حكيت فورماسيون. المجامع كوثر زروق نتاع العيد اون ميساج بريفي كوثر. دونك هذايا البول الاولانية نتاع العجينة. تو نجيب لكم لحظة برك نجيب لكم شوية فرينة ونجي هذه فرينة. نهار العيد نطيبو عصيدة بالقلاية يعطيك الصحة على وسيت مقرون البارح رابيت وبنين. دونك المفيد المنفعة تحصل للناس الكل، هذه الحاجة الباهية. شاف اسينسيال هذاك العاشق كله. دونك ابعتلو ميساج بريفي وفاء الناس الكل هاكا اللي يحب على وسيت من بعد ينجم يبعث ميساج بريفي باش نجم نجاوبو هاكا نقرا في كومونتيرات كيما قالوا بكري هاكا واحد. وليت نهبط لهم الحلو على البروفيل نقول لهم حطوا جيم وكافي بالليل تجيو ولا تمشيو. دونك ناخذوا العجينه نتاع الباد اللي كنت ذكرتها هاكا 500 غرام فرينة، عليها ساشين نتاع خميرة خبز، 4 مغارف نتاع زيت وعظمه، كاس نتاع حليب دافي، سكر يعني مغرفه سكر وشويه ملح. هذه جربوها ومن بعد تفكروني ريسيت حلوه برشا. دونك ليتاب لولانيه دونك باش نحلو العجينه. ماذا بكم العجينه في لاسيوس تاع البيتزا سورتو الرولو دو بليش حطولو شويه فرينه، مي سورتو ماذا بكم ما تقلبوهاش العجينه. ريت لي بول هذوك نتاع الغاز هذوك اللي باش يعطيونا نكهه بنينه برشا بالنسبه للبيتزا. دونك لاسيوس حتى دون بير دي كاب باش تخاف ما تشدلكش تعمل هكا، تهز العجينه وتعاود ترجعها وديما تقلب. كي باش تحلها سيركولير تقلب ان كار دو تور، تعمل هاك كي باش تحلها مدور ضربه هاك وتعاود تعمل هاك ها هاي هاك هاكا بالاعاده البطيئه. بالاعاده البطيئه نوريكم كيفاش تحلها مدوره. بالنسبه للبيتزا اللي ياسر يقول لك كيفاش يحلوها يعني مدوره، تعمل ان كار دو تور، تعمل ضربتين هكايا ومن بعد ترجع هكايا. بالطبيعه تحط شويه بركه فرينه دونك هاكا كيفاش باش تكون مثلا مدوره. في صورة ما اذا تعمل كعبه كامله. باهي انا باش نوريكم تكنيك الجروب اللي انت فيه. او جروب واحد تو تشوف باش ناخذ اون بورتي بيس، اون بورتي بيس باش نقص لي تابلو الاولانيه باش نقص بها لي ميني بيتزا. هذه هي لي تابلو الاولانيه، ولي تاب الثانيه كيف كيف باش ناخذ على السيركل هذايا
العجينه، ولكن عندنا حتى اون بورت بيس داخل، نشوف البورت بيس داخل هو محلها حتى بالكاريه اساس، نجمو نحضروها المفيد عطيني المنفعة تحصل، نعجنوها بالباهي قبل ما تخمر. بالنسبة للبيتزا راهو دو بريفيرونس تتعجن وترتاح، دونك وليتاب الاولانية ديما أول حاجة نجربو كيما قلت لكم قبل، نحطو الخميرة مع الحليب ومعاها نحطوها تتعمل كيما لوفان روسيت التقاوة. حطوا شويه جبن، وخذيت شويه فلفل هاكا احمر وفلفل اخضر هكا، ومن بعد باش نعملها سوفور نتاع بوليت كيما يقولوا كعبيرات هكا كعبوره، نلمها مليح مليح هذه نوعية أخرى نتاع ميني بيتزا، هيش من أحلام الروسيت بتاع القهوة البانجليه، كنت نمل فيها توا روسيت تاع بيتزا، دوما الكهيبرات باش يكونوا موجودين، تنجبدها فما بلاتو، دونك من بعد نتوما تنجموا تجتهدوا وتحضروا بالطريقة نتاعكم شوية كهيبرات، باش نحاول نزرب فيسع فيسع باش المنفعة هاكا تحصل للناس الكل، هاكا جوست تاخذوا بارتي من هدايا، طريف جبن هاكا. وتري فلفل وتسكروها من هنا هكا، هذايا بالنسبة للبيتزا راهي على 200 درجة يعني جرام ماكس 15 دقيقة هكا كعبورة أخرى. هاكا أنا نوريكم فيسع فيسع ليزيتاب والمفيد المنفعة باش تحصل للناس الكل، ونقدمو في الدبارة نحيو وندخل البلان دو ترافاي ونتعديو بالطبيعة على البلان دو ترافاي باش نخليه خاطر باش نقد نورمالمون الخبز، دونك نخلي كولو ونتعدى للبلاتو نتاع ميني بيتزا. عندنا صوص بيتزا فوركيتا، دونك شيف زملاء في الحافلة نسيت مبعتلهمش الوصف. تحية ليك يا أشرف خويا الغالي أشرف، نعاود نمل عليك نسيت بالحق ما عطيتكش الوصفة باش تحطها في ميساج إبانجلي. 500 غرام فرينة، ساشي بتاع خميرة خبز، 4 مغارف زيت، كعب عظم، كاس حليب دافي، مغرفة سكر، كيف كيف شوية ملح، وهذيك هي بالنسبة للرسيب تاع الميني بيتزا. به علاش ما تعملش نادي طبخ يكون نهار في الأسبوع إن شاء الله ساعديني، تو نحاول نعمل نادي تاع طبخ. مش ناخد توا صوص تاع بيتزا فيسع فيسع، دونك خلي كيما يقولوا نسبك لي نهار راح نهار راح نهار راح، نحضروا الكميرة تاع دبارة دونك هذايا ميني بيتزا سيتو نخمم في الصغيرات، هاكا حاجة باهية توا عادة باش نتوحشوا السندوتشات والميني بيتزا وكل شيء. هاكا نحاول أنا نوريكم طريقتي كيفاش تحضروا حاجة باهية. دونك كومونتيرات توا هاكا باش نرتاح شويه، مانيش كامل نقرا كومونتيرات الكل، ومو باش نجم نحضر الكمال تاع المنيو ونتلاها، نعمل تليله على الملوخيه بطبيعتها سله سله مي ما فيها باس، بالبركه راهو التحريكه هذيك ما نحكيكمش بالبركه، سله سله الملوخيه ونتعدي نكملو بنفس العمليه، شويه صوص نتاع بيتزا. باه الله يبارك، نعاود لكم الرسالة نتاع الميني بيتزا، 500 غرام من الفرينة، 500 غرام من الفرينة الرسالة نتاع البيتزا، على 500 غرام فرينة ساشي نتاع خميرة خبز، هاكا باش تقيدوا، نزيدوه 4 مغارف زيت، كعبة نتاع عظم. سي بون قاعدين نقيدوا ولا دونك 500 غرام فرينه ساشي نتاع خميره، 4 مغارف نتاع زيت،
عظمة كاس نتاع حليب دافي اللي هو 100 مليلتر وسكر مغرفة نتاع سكر وطريف ملح وكهو. هذا هي روسيت تاع بيتزا. دونك حطينا الصوص هاي سلة 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 حتى لي تقر على زيت. دونك حطيت شوية صوص بالبوانت نتاع المغرفة هكا نيتالي صوص كيف كيف. زيد انتوما تختلف على الطريقة تنجمو. انا حط لحظة برك نحط الفوق يسخن الفول يسخن هكا. مليت عليكم الريسيت نتاع مي بيتزا وتنمل عليكم من بعد الريسيت نتاع الخبز. توا هكا بالبوانت نتاع المغرفه قاعد نتالي في الصوص. فما بليزيور استوس. انا بيرسونيلمون باش نعمل اما فاسون. قلت لكم من اول رمضان نتاعو قلت لكم راني نطيب اما فاسون. يا ولدي الصوص يرحم والديك كيفاش يا يا ايمان يا ايمان صالح. بالنسبه للصوص نتاع البيتزا راهو ساهل. الصوص تاع البيتزا تاخذ كعب كعبيت تاع طماطم تشقهم تعمل انسيزيون سازابيل طماطم موندي تعمل انسيزيون من كعبة طماطم من اللوطه ما يغلي ترميهم في كعبيت طماطم تحسب حتى ال 20 من بعد تنحيهم تبرد في مبرد تنحي القشره ابدك دقها زيدها ثوم زيدها شويه زيدها شويه شويه زعتر وشويه حبق فرش كان عندك وشويه ملح وفما شكون زاد كيف يرجعها على الغاز. هذايا بالنسبه للصوص يعني يطيبوها يرجع طيح كيما صوص نابوليتان بالنسبه للصوص هذايا تاع البيتزا. شوف شنو هو اللي يعمل في الحس. والله ما عرف شنو اللي يعمل في الحس. هو حس فما في الجدار فما شكون باش يعمل حس فما حد باش يعمل حس باهي لا محاله سي تان ديتاي. بونجور كوم دابيتود جو فيان فروم جو فيان غادي سورتو ميرسي بوكو كاراج جي. دونك باش نحط البيتزا توا في الفور بطبيعة الفور ويربول هاكا يسهل لنا المأمورية. باش نخليها لهنا برك وشات تزيد تخمر بطون يسخن الفور نتعداو الكمالة. يا شيف شنو اللي به باش نتعداو في الكمالة نتاع المنيو تاعنا. هذيك الملوخية تركب خذيت روتي نتاع داند روتي نتاع داند. المرة اللي فاتت عملت روتي نتاع بولي من المرة هذيا باش نعمل روتي نتاع داند. هاكا حاضر باش شنفوقوا لفاح العادي حق بليه شاف ريكل الوان تليفونك اللي انا تصور ياسر غامقين الله يبارك. هذيك نعمل اللي فيه نتاع الفلو هاكا نحاول باش التصاور نعملهم تنعملهم فاتحين اليوم الله يبارك ربي الدم. دونك فيت روتي مليحه بالنسبه شغال الفطر اليوم بالطبيعه نغسل يدينا سير روتي باش نشلوه بشويه ماء باه ميرسي بوكو يا شيف يرحم والديك. عنده فار في الكوزينة جبن جبن هندودة باش نحطو من بعد جبن باش نعطيها شوك صغيرة باش من بعد جبن يبدا فوندون يبدا بنين برشا. هذايا بالنسبة للروسيت تاع البيتزا دونك أما فاسون. هاكا نتوما زادا كيف كيف تنجمو تحضرو بالطريقة نتاعكم باه. الحس هذيك نتاع الفريجيدير شيف عمان انا خلط توا اعطيني روسيت تاع البيتزا. روسيت تاع البيتزا تلقاها يبانكلي في كومنتير والله ريخي شيح وما خلي يا لهم يا والله باهي. 500 غرام فارينا وساشيه تاع خميره اربع مغارف تاع زيت كعب عظم كاس نتاع حليب اللي هو 100 مليلتر مغرفه نتاع سكر دوبلاش ملح. هذايا نورمالمون روسيت ولي ولكم التوفيق باهي. باش ناخذ شويه ملح بالنسبه للروتي عندنا ليزير دو بروفانس. ليزير دو بروفانس قلت لكم فيهم صوص فما المرجولين فيهم تار ومرا يعني وفيهم شويه حبق. دونك هذايا باش نفوقو باش ناخذ شويه زيت باش ناخذ مع الصفه هذايا ماء. دونك هذا كل نخلطه مع بعضه
باش نخليه شويه في الماريناد، من بعد باش نطيبه في الفرن. دونك وتنجموا زيادة كيف كيف تنجموا لا تزيدوا موتار، تزيدوا اي حاجه. مي المره هذه هاكم باش نبدل الطريقه نتاع التحضير، كل مره نوريكم طريقه. دونك البان نتاع البيتزا هذيك تاع مين بيتزا تنجم تعملها في اي نوعيه نتاع بيتزا. المره هذه قبل ما باش نحط الروتي، دونك باش ناخذ شويه نتاع بصل كيما العاده. هاو سينسيرا مديحة، بونجور بونجور. والله والله بكري بركة قلت ويني مديحة، سألت عليك على غالب قعدت معرفة دار لقيت شفت ديريكت منو شاهي المنيو. هاني قاعد نحاول باش ندبر لكم التمينة تاع المنيو. عندي طريف كعبات طومات سيريز باش نرميهم هنا، طريف طومات سيريز باش نحط شوية ثوم، باش ناخد البصل نقص البصل هنا، بعت البلانش ديكوبي، ناخد شوية البصل، باش نرميه رمية هناك، وجربوها الروسيت ومن بعد تفكروني، تنجموا تلقاو الرديف نتاع الروسيت على الفيسبوك شيف مهم يونس ولا على الشين في اليوتيوب. ابونيفو ابونيفو، هاي حركوا يديكم على الجيم والبرتاج. ميرسي بوكو رفيا. دونك حطيت شويه بصل، شويه ثوم، شويه طماطم، شويه ماء، باش نزيد شويه كرافس. باش نزيد شويه كلافس، نتوما زيد كيف كيف نجمو تجتهدوا. انا باش نجتهد باش نقدها على الطريقه نتاعي انا. هاكا بدلت المره اللي فاتت عملت روتي تاع بولي على طريقه، والمره هذه باش نعملو بطريقه اخرى، وانتوما جربوا من بعد قولوا لي رايكم. هذه الحاجه اللي انا هاكا انا نحاول باش نحضر لكم. هذه طريقه معينه نتاع روتي، مي هاكا تنجمو تزيدوا فيه 1500 حاجه يعني تنجمو نعملو كل. باش نغطيه بالالومنيوم، ومن بعد باش نعملو السلمون يعني نتاع الفور كيف كيف، باش نعملو شويه غراتيناج. هذايا بالنسبه للطريقه، هاكا طريقه اخرى كل مره تتعلمو على طريقه. ميرسي بوكو اللي يعطيك الصحه مريم، برافو شيف، عيدكم مبروك عبدو، عيدكم مبروك الناس الكل اللي تحفوا علينا. دونك هذايا الروتي نحطوه يطيب في الفور، من بعد باش نطيبو هاكا بالحاجه بالحاجه. نجمو شوفوا الفور نورمالمون امورو بريكا، نحطو البيتزا طيب. بسم الله، تغدو الفور نرجعلكم. حطيت هكا البيتزا تيب هنا كي نحل لايف ولا نعاود مرة في الفيل. مديحة ان شاء الله مبروك اتواي تي باون، ميرسي بوكو مديحة، ميرسي بوكو. دونك الفرماج والفلفل باش نخليهم هنا، صوص تاع بيتزا كملت منها، صوص تاع بيتزا هاو نحي زيت كل فرماج باش نخليه. هذوما البولات من بعد نطيبوهم ونتعديو. دونك عندكم ملوخية أنكور نتفقدوها، ملوخية كتحريكة هذيك بالبرشا وتفقيدة نتاع ملوخية واحد ريحة ما نحكيكمش. اللهم صل على النبي. روتي هاكا فوحناه باه قريب الواحد يخرج يقولولكم كيفاش تبارتاجيو. الألمنيوم تنجم تعمل بالنسبة للألمنيوم علاش حديد الالومنيوم باش يبدا موان شويه جوتو، حطيت له شويه ماء ترجع شويه ايفابوراسيون ومن بعد نعمل شويه غراتيناج. باه الالومنيوم تنجم تحط بابي كويسون ما يقلقش، ومن بعد تغلف بالالومنيوم
مي الالومنيوم راهو يعني عادي الكويسون تاعو. نجيب لكم الميزان تاع الدباره. هذا يا سيدي من سيدك نكملوا الكميله نتاع الدباره. عندكم توا خبز باش نحضروا مع بعضنا خبز. دونك خليت الفرينه الكميله نتاع الفرينه وسبقت شويه باش نحضر لكم خبز. يا سيدي صليوا على النبي. هاوكا خبز الله مصلي على النبي ما نحكمش. مطابق من وزاره الصحه. اي ميرسي بوكو شيخ محمد سينسيله. دونك بالنسبه للروسيت نتاع الخبز، الخبز قلت لكم بكري عليه تتقاو ايبانجلي والزملاء في الحفله غيدوا لكم الروسيت ايبانجلي. البوليت مازلت باش نحضرهم من بعد يا هندوده يا غاليه. محمد سينسيله هاي نعمل الخبز بيان سور، هاو الخبز حاضر. بالنسبه للكونتيتي تاع الخبز نعمل باجيت. دونك عندك رطل فرينه ومغرفه صغيره نتاع ملح، زوز مغارف صغار نتاع سكر، وساشي نتاع خميره. دونك هذيا بالطبيعة ومعاه الماء. دونك ليتاب الاولانية اللي باش نعملوها ارفيها هاكا سي بون ما شاء الله عليك يا ناس سهلاني. دونك نحاول هاكا نوريكم ليزيتاب الكل وما نخبي عليكم حتى شيء، وما باش المنفعة تحصل. ليتاب الاولانية ناخذوا شطر الكونتيتي تاع الماء ندفي، نزيدوه خميرة، نزيدوه الخميرة، ومن بعد معاه السكر والربع نتاع الفرينة نتاع الكونتيتي تاع الفرينة اللي هي رطل. دونك يجي بريسك 120 غرام فرينة. دونك نخليهم نخلطوهم كل مع بعضهم. هذا كيما اللوفان، كيما اللوفان خبز بس لا خبز باجيت فرنسيز. دونك الكونتيتي هذه الكل اللي هي ساشي مي دافي وخميره وسكر وربع نتاع فرينه نحطوها لي تابلو لانية كيما اللوفان تخمر لمده ساعه. ومن بعد تاب ثانيه بعد ما تخمر البريباراسيون كلها. دونك ناخذوا بقية نتاع الفرينة ونزيدوها الملح. نعرفوا لي الملح والسكر ما يتخلطوش زوز مع بعض. بسم الله ما شاء الله عليك شيف مومون ميرسي بوكو. دونك الحاجة الباهية كيما تراو باش نوريكم. خليت لكم بارتي صغيرة، شوف لي بول دير. دونك يلزمكم ما ديغازيوش العجينة بعد ما تخمر، يعني اللي تاكلوا لانية حطينا الماء والخميرة والسكر والربع نتاع الفرينة اللي هو عبارة على لوفان بعد الخمره، نزيدوا بقيه الفرينه ومعها شويه ملح وماء، والعجينه يلزمها تتلصق. دونك العجينه يلزمها كولونت كما قاعدين تشوفوها، العجينه يلزمها تكون كولونت. دونك من بعد ما نديكازيوش، يعني ما نطيحوليش الخميره نتاعها. وتنوريكم بالسياسه كيفاش نحضروا. بسم الله نحضروا شويه فرينه. بالطبيعه يكون بحذاكم البانسو حيت حاشيني. بونجور بون كوراج حليمه ميرسي بوكو. ونوريكم ايتاب ليتاب الاولاني. دونك ما نديكازيوش العجينه باش تقعد فيها الهواء، باش تبدا عجينه طريقه فرنساويه. شيف محمد ياسين سيلا فرنساوي ايطاليه. دونك باللوفان كيما يقول لك هاكا، فما لوفان فما البوليش. بالنسبه للبريباراسيون اخترنا هاكا، فما شكون يحضر الحلو العربي، مي انا هاكا اخترت باش نوريكم فيسع موديل نتاع طريقه نتاع باجيت. نحلوها بالطول تو نوريكم اسهل ميثود وباش المنفعه تحصل للناس الكل. دونك ناخذوا بعد ما حلينا العجينه نحيو الكسي نتاع الفرينه، ومن بعد نبداو الروليو. دونك كي الروليو نكبسوا شويه، يعني مش خليوها مرخوفه. دونك كيما قاعدين تشوفوا الروليو به. بعد ما رولينا ناخذوا الاكستريميتي هذوكم ونسكروهم، عباره قاعدين نخيطوا هاكا. اللي تاب اشتراوها واضحه هاكا، قاعدين نخيطوا. ومن بعد ناخذ الاكستريميتي من هنا ونسكرها زاد نقفلها، وناخذ الاكستريميتي من هنا ونقفلها. دونك كيما قاعدين تشوفوا هاكا لتوها ولا لا مقفوله. عندي نفس القلقال يا زمي، يصير القلقال هذاك شكون ما عندوش القلقال هذاك. ومن بعد هاكا ندحرجوها هكايا باش تاخذ لنا الفرن. ونخليوها تخمر. دونك بالطبيعة الثلاثة كعبات هذوكم خمروا من قبل كيما خبز البانيني كوم لا ماشين. دونك في الماشين بالطبيعة يروليوها بالماشين، احنا نوريكم الطريقة في الدار. جوست باش نفطر الفرن البيتزا حضرت. نكمل
فيسا الكعبة الثانية، دونك نفة صغيرة تاع فرينة، ناخذ العجينة ما نديكازيهاش، خليها الهواء نتاعها، خليها الغاز نتاعها، وماذا بيا ما نقلبهاش هذاك الكيف، نحطها هكا بسم الله، نحيو زيت. حطوا فيه ملح، مش ملح، فرينة بلتو. ناخذوا الرولو القاد ونحلو، بالطبيعة ما نقلبوهاش العجينة، ما نقولش هاكا قلتلكم وفهمتكم كيفاش باش ما نقلبوهاش، نحلوها العجينة بطبيعتها باش تكون كولونت، مي هاذيكا لاستوس نتاع العجينة. من بعد نحيو الكسي نتاع الفرينة ونديرو ليها بالطول، تو من بعد تخمر ونروليو ونكبسو، نروليو ونكبسو باه، ونجيو لهنا كالعادة في القفلة من هنا نسكروه، عبارة قاعدين نخيطو، من بعد من هنا زادا كيف نسكروه، ومن هنا من الاكستريميتي كيف نسكروه، من بعد نروليوه. دونك كيما الطريقه نتاع الباكيت سورتو تختلف، هاكا فرصه باش نتوما تحضروا باكيت في الدار سورتو، نعرف اللي في الحيط ما هو ماش شايف هنا، بعد ما نطرحهم ندهنهم بالماء وبعد نرش عليهم فرينه، بالطبيعه باش نرش عليهم الفرينه الناس، مي جوست هاكا وريتكم، خليتكم كعبتين باش تراوهم، وهذيا خليوها هاكا تخدم هاكا كيفاش يبداو الكعبات ديجا خامرين، كيفاش كعبيتها على طول البلاتو، ونعرف انتم تنجموا يعني على كيفكم تختاروا الكونتيتي اللي تحبوها نتاع الباكيت، جينيرال 200 غرام 150 غرام تزنون، تقسموا العجينه تقسموها يعني على 150 ولا 200 غرام، انتم شنو تحبوا. هذوما البلاتوات، هذوما زوز مزانك حضرناهم توا، وهذوما ثلاثه خمرين باش نحطوهم على جنب بالطبيعه، باش نخرجوا البيتزا. هاي حضرت كيما قاعدين نشوفوا، طيب باش نزيدوها الفرماج من فوق، يبدا هكا فرماج فوندون، فرماج 100% موزاريلا تاع لوندور، دونك نورمالمون ان شاء الله خطره تلقاها في المغازات الكبرى، سي ان بيبي تاع لوندور، وحاجه حلوه برشا جربناها، بالطبيعه انتوما تنجموا طريقتكم تحضروا، احنا نوريكم كيفاش تحضروا ميني بيتزا، وتنجموا تعملوا بيتزا مقلوبه، البيتزا مقلوبه اللي تحطوا الطن وتحطوا فوقها الفرماج ومن بعد طيبوها. دونك بالنسبه نكملوا البيتزا، من بعد نتلهاو بكمله المنيو، الخبز قلت لكم هاكا بعد ما نفصونيه وترشوا عليه الفرينه، ومن بعد تحطوه باش يطيب، هذا بالنسبه للخبز. بالنسبه للبوليت نتاع البيتزا هاكم من بعد ما تكعبروهم تحطوا عليهم شويه اصفر نتاع ذم، انا هاكا قاعد نكمل في الليميني بيتزا، ديجا هو مسخان كي تحط عليهم فرماج هاكا كيما تراو يبدا يذوب، هذيك لافونتاج. دونك برشا يقولك والله عملت بيتزا وفي ساعة حركت لي، انا ميم با باش نرجعها دوبلاش دو سكوند في الفور، باه نعاود نعطيكم الريسيت نتاع الخبز. رطل فرينة، مغرفة صغيرة نتاع ملح الحمد لله رسول الله، وزوز مغارف صغار نتاع سكر، وساشي نتاع خميرة خبز بالطبيعة ماء. دونك قبل كل شيء ناخذوا الماء ودافيو معاه خميرة وسكر و 120 غرام نتاع الفرينة، بالطبيعة انتوما نوعية الفرينة خاطر فما فرينة تشرب ولا فرينة ما تشربش، دونك هذيك اللي تعملوا لهنايا باش نطلعوا لوفان. سليم بوزريبة، سلام شيف، اش فما في المنيو اليوم؟ المنيو هاكا مسكي كنت نقول فيه يا سليم، عندنا دونك شربة، عندنا روتين نتاع دانت، عندنا ميني بيتزا، عندنا باجيت هابش الطيب، وعندنا الملوخيه، دونك والسلايطه بالطبيعه كل قدير وقدره، كل واحد وكيفاش يحب يحضر السلايطه على كيف. دونك المفيده هاكا المنفعه تحصل للناس الكل، ونحاول نوريكم الطريقه نتاع الاعداد، هذوما نعاودو نرجعوهم في الفور فيسا ميم با دقيقتين
ونخرجهم. ديجا بياكل سخون. دونك خسارة جيت مهرسة والله نخطبك يا شيف. عيدك مبروك شيف حنان بسلطان. عاود نقرا الكومنتات. دونك هاوكا حط شيف محمد ياسين سيلا حط الريسيت نتاع الخبز. برافو شيف والله سا طون بيان. جي توجور ان بروبليم دو كويسون افيك لو بان جوبتيان اون خوت كو دور دور اي ايبيس. حسيت روحي نخدم كاتب. يعطيك الصحة شيف محمد ياسين سيلا ميرسي بوكو. أنا قاعد نقرا شوية في الكومنتات بالطبيعة تنجموا تتفاعلوا. فما كومنتات نتاع تفليك ديما ناخذوا بخاطر الناس الكل نخليو التيران هكا موجود للناس الكل باش تعبر. كل واحد يعبر. قال شي قبل في المسرحيات بني غلان نعبر ولا ما نعبرش. خلي الناس الكل تعبر ما يسالش التيران يكون محلول للناس الكل. انتوما زاده تنجموا تخليونا كومنتات نتاعكم. تنجموا تقولوا لنا شنو هي البارا نتاعكم, شنو هو لي روسيت, شنو هو العيد. تنجموا تخليو ديديكاس تاع العيد. وبالطبيعة نزيد نذكركم الملوخية هيك موجودة, وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك. شايف ملوخيه وقتاش نحطوا فيها اللحم في الاخر. وهكا سالت سؤال وجبت عليا ايمان نحط اللحم في الاخر يعني كي قريب تقر على زيتها. دونك هاي الملوخيه ديما بالبركه نحركوها ونتفقدوها سله سله. الشربه هاي حاضره. الروتيه باش نحطوها في الفور يطيب. عندنا الخبز, عندنا البولات. هذا بالنسبه للمنيو نتاع اليوم. شوف جو بيان لا روسيت دو ملوخيه لالي مارسا. لالي مارسا بالنسبه لروسيت تاع الملوخيه تاخذ 100 غرام تاع ملوخيه, تحط كاسونه تاع ماء يغلي. اول حاجه تريف بصل تقصه شويه, تحط الملوخيه مع زيت الزيتونه. وخاي تعبير هذا مخطر اصلا يا شيف. كل عام وانتم بخير. تحياتي لكل احبه وناس الكل. تحيه ليك شيف محمد ياسين سيلا ويعطيك الصحه. عايش خويا الغالي ربي فضلك. هيا روز تلاها شويه في تلاهاو شويه في الكوجينه. روز خير من الامور هذيك. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. دونك بالنسبه للملوخيه شويه ملوخيه نقليو فيها شويه بصل في الزيت زيتونه افروا. ومن بعد نمرقو بالماء سخون ونخليوها تغلي سله سله. دونك هذا بالنسبه للي نتاع للي مرسى. تتدي دو عيدك مبروك. عيدكم مبروك الناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك عندنا خبز باش نحطوه يطيب من بعد. الكويسون تاعو بالطبيعه باش يكون الخبز على 200 درجه 200-220 درجه. الملوخيه باللحم البخري. شيف الملوخيه اجوردي افيك فيون تاع باهي. باكو خميره خبز نسيتها. دونك انتم زاده كيف تنجموا تخلينا كومنتاتكم. تنجموا تكونوا موجودين. ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وربي يحييكم لمثاله. الملوخيه قاعده تطيب, الشربه قاعده تطيب. نفتحوا الفور. البيتزا هي حضرت باش نحطوا بالطبيعه. عندي الحم معلوش نجم طيب بيه ملوخيه. والله وحيده جي خويا برشا بربي العجينه تعجنها برشا. والله العجينه ما تعجنش برشا بالطبيعه. طون دو كويسون وطون دو بريباراسيون لازم يكون مضبوط في اي ريسيت تاع خبز فتناسي. دونك هذيا الميني بيتزا كيما قاعدين تشوفوا. دونك هذايا ميني بيتزا هاي هكا. عندي لحم علوش شايف الملوخية. نجم تحضروا لحم علوش. الفرماج كيما قاعدين تشوفوا هاكا ما نحكيلكمش على البنة. نجم تزيدوها شوية تون من بعد. يقعد لكم الاختيار ليكم انتم. هذايا بالنسبة للروسيت نتاع البيتزا. باش نحط الخبز باش نحط البروغراماسيون تاع الخمرة باش نحطوه يطيب. دونك شباب تكمل لايف بعد رمضان. دونك ان شاء الله يا سليم بقدرة ربي نحاول نعمل لايف بعد رمضان. انتوما الناس الكل زادة كيف نوعدكم اللي بقدرة ربي بعد رمضان ان شاء الله يجدد لقاءنا معاكم في لايف. يحاول باش يكون الويكاند. اللحم نحطوه في لالي مارسا شيف سي بوبلي لا وسيت دو باتا بيتزا داكوردو. شيف روز تحب تحب عليك لا يقول لها معرس ياسمين دمق. دونك مونيا بوساحه مونزي شفي باغي بالنسبه للملوخيه. لالي تنعطيك الريسيت قايب انجلي نتاع البيتزا. نعاود نرجع شويه للكومنتات. متشهي البيتزا. نحاول نوريكم بالنسبه للبريباراسيون هذه ميني بيتزا هاكا سهله العمليه.
كيما قاعدين نشوفوا هكا هكا فرماج فوندون. عيدكم مبروك انتم الناس الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك. به الناس الكل هاوكا نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله ربي يحييكم من ثالو، ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله ربي يعطيكم التمنيه في ليله ظليله ليله مباركه. نحب نقول للناس الكل عيدكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بألف خير، ربي يحييكم لمثاله. نذكركم الناس الكل اللي التحقوا بينا شنو هو المنيو اللي حضرناه. عندنا شوربه، عندنا ملوخيه، عندنا ميني بيتزا، عندنا روتي بشيتيب في الفور، من بعد روتي دودانت، وعندنا الخبز كيف كيف قاعد يخمر ومن بعد نحطوه يتيب. دونك ملوخيه فيها بصل، كيفاش الملوخيه؟ الملوخيه وريت الطريقه بالنسبه للبريباراسيون نتاع الملوخيه. تنجموا نهبطكم شويه كاميرا هكا هكا. الملوخيه نجم نوريكم كيفاش في الريديف، تتفرجوا على الفيسبوك شيف ماما بن يونس، والا على اليوتيوب نوريكم الطريقه نتاع الاعداد نتاع الملوخيه نتاع الحاجة الكل. ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وسنين ديما. هذه الميني بيتزا، بالنسبه للست تاع ميني بيتزا 500 غرام فرينه، عليها ساشيه نتاع خميره خبز، اربع مغارف نتاع زيت، وعظمه كاس نتاع حليب دافي اللي هو 100 ملل، مغرفه نتاع سكر وشويه ملح، وطيب 15 دقيقه على 200 درجه. دونك عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير الناس الكل. وانتم زاده كيف كيف تنجموا تخلونا كومنتارات، ابوني فو في الفيسبوك في الصفحه نتاع شيف مومن، في اليوتيوب شيف مومن زاده كيف كيف. ربي يفضلكم، بربي مش لازم تعملوا دي كومنتير خايبين. باه شاف كونتيتي نتاع الماء في الخبز، الكونتيتي حنين بالنسبه للكونتيتي. دونك انت النوعيه نتاع الفرينه اللي هي تنجموا تحطوا به ديسير، شنو هو ديسير شيف؟ دونك ديسير عمل هاكا، نحاولوا نعملوا اي حاجه. تبارك الله حضرنا انواع الحلو كل، ما صورش كان كملتوا كليتوا الكريم تاع السيزام ولا كليتوا الغريبه الكل. ان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك شيف، وكل عام حيين بخير. الرسالة تاع الخبز تلقاوها ايبانجلي هاكا لوطه في كومنتير، وانتم زاده كيف كيف تنجموا تخليوا لنا كومنتارات. بقالي باش نشكر الناس الكل اللي تبعتوني واللي تبارك الله ربينا الكبده من اول رمضان من توا، ربي يحفظكم وربي يخليكم. قلت لك جربت الكاري دو سيزام، ميرسي ميرسي مانو غيزا. دونك هاكا الريسيت نتاع كاري سيزام قلت لكم راهو حلوين برشا. امل ما عملش ديسير، يعني بحكم ما نصورش كان باش نجمو ناكلو برشا حاجات سيرتو في النهار الاخراني نتاع العيد، وعلى الحلو الحلو اللي حضرناه البارح كاري نتاع سيزام ولا الغريب الغريبه بريستيج كما يقول الشيف محمد ياسين سيل. دونك بقالي كان باش نشكركم انتم الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا، نشكر السبونسور الكل اللي كانوا موجودين في الكوجينه. تبارك الله 30 يوم 30 حلقه تعداو حلوين برشا، تعداو في لمح البصر، تعداو خفيف. سبونسور من ورده، من فرحك باهي شافي فرحك، الوالده من 10 قالت لي خير خلي مليح اشرح لي مليح طريقه الخبز. باهي تحيه تنشرح لك مليح طريقه الخبز للوالده الله يبارك. دونك ست الحبايب اسكو وزي كنتو يا بخير رمضان، ان شاء الله باش نعاود نكمل بعد رمضان نعاود لايف. دونك نشكر السبونسور الكل اللي كانوا موجودين، من ورده، من ديالي، من نجمه، من ناتيلي، من بونا، من هابيز، من فرويتير، من فركيتا، من مليحه، ويربول، من سونيا ميزون الموند، ونشكر حازم بن عيسى راديو بون لو نور، وخالد عويش تونس كوب، الناس الكل كيف كيف اللي كنتوا موجودين وتابعوا فيا في لايف تيل شهر رمضان. ذكركم اللي هاوكا ابوني فوق قبل كل شيء في الصفحه نتاع الفيسبوك نتاع شيف مومن، حطوا برشا جيمات، بارتاجيو اللايف، خلي المنفعه تحصل للناس الكل. في اليوتيوب زاد كيف كيف تنجموا اي، نشكر الزملاء في الحافله الاخ بطبيعه اشرف، ربي يفضله وربي يرجحونا سالم عزيز زاد كيف كيف. مازلنا نشوفوك بيان سور، مازلنا نشوفوك ليلى كربول، عايشك يا شيف لوتيسا فتناسي على توقيت الديريكت. ان شاء الله بخطوة ربي تنبارتاجيكم على الجروب شنو هو التوقيت نتاع الديريكت. انتم زاده يعطيكم الصحه، نشكر ونتمنى ان شاء الله عيد مبروك زاده كيف زوجتي دره، نقول ان شاء الله عيدكم مبروك اللي هي في فرنسا. انتم كل زاده كيف نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك. سي اخذ مني نقول احنا رمضان الحمد لله في ايامته الاخرانيه بالبركه، ربي يفضلكم وربي يحييكم بخير، وتابعوني من بعد
تو نوريكم الطريقه نتاع الدريساج. دونك اول حاجه كنت ذكرت بكري على الخبز، دونك اول حاجه نحطوا ربع نتاع فرينة اللي هو 120 غرام، نزيدوهم الخميره ونزيدوهم السكر ونزيدوهم شويه ماء، دونك ربع نتاع الكونتيتي نتاع الماء. ارفيا بيان سور كنخلصك بيان سور نزار قرع شيف ميرسي لي بلا بريزونتي، عيدك مبروك، عليك مبروك نزار، يعطيك الصحه. الهام بحرون يعطيك الصحه. دونك الحاجه الاولانيه بالنسبه للخبز اللي خلطوا علينا واللي ما فهموش شويه على الخبز، ان نحضروا عباره على لوفان، سا سابيل لوفان، ومن بعد نزيدوا الكونتيتي نتاع الفرينه ونزيدوا الكونتيتي نتاع الملح والكونتيتي نتاع الماء اللي قعدت لنا بالنسبه للريسيت، وهكا بيجينا خبز باكيت فرونسيز بنينه تاع ستوفتين. كيف ان شاء الله عيدكم مبروك، ربي يحييكم لمثالي، ربي يخليكم، ربي يهنيكم، وما تنساوش هاوكا بالله خليوا النسيان در الماسونة، ربي يعاونك عزيز جربي، كل عام وعيدكم مبروك. دونك ما تنساوش زيد كيف النسيان تاع البارتاج بالله، خرجوا صحين شويه نتاع ملوخيه سورتو، ولا صحين نتاع حلو لاي انسان يبدا حتى متعدي، وموا رحمه على والديكم، ربي يفضلكم وان شاء الله عيدكم مبروك وربي يخليكم. ميرسي 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 بوكو، كيما قلت نتمنى لكم عيد مبروك، والوالد والوالده زاد كيف اللي تعبوا معايا شهر كامل في رمضان، نقول لهم ربي يفضلكم ويخليكم تاج على ريوسنا، ربي يحميكم وان شاء الله عيدكم مبروك ونحبكم برشا برشا. شاهية طيبة، وان شاء الله كان لقيت فضوى غدوة ولا حاجة نعمل لكم لايف قصير نحكيه وندردشوا فيه. وبالنسبة حنين للزكاة زاد كيف في اوقات الوالدة، هاي خرجوا الزكاة، دونك خرجوا الزكاة. قداش الماء؟ الماء ربع ايترا يا حنين، نخرجوا وناكلوا برا بيان سور. شيف محمد سينسيلا، وين نلقاوك شيف بعد رمضان؟ بعد رمضان تلقاوني ان شاء الله في الباج، واللي يحب اي حاجه هاكا يخلي مساج بريفيت نحاول نجاوبه. ربي يحفظكم، شاهي طيبه، ما تنساوش باش تخرجوا كيف كيف الزكاه، هاكا قالوا لي خليوا لي كومنتير، واني نقرا في الكومنتيرات نتاعكم تاع الناس الكل. الوالد والوالده ربي يفضلهم يخليهم تاج على ريوسنا، وربي يفضلكم ما عندكم، ربي يحييكم بخير. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك، وهاكا تنجموا تخليوا التصاور نتاعكم من بعد وتاجيوني في الانستغرام ولا في الفيسبوك، وانا نوعدكم باش نبارتاجيها. شاهي طيبه وربي يخليكم وربي يحفظكم، ان شاء الله عيدكم مبروك.